نظمت جامعة الفيوم ندوة بعنوان تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمبنى إدارة الجامعة. تناولت الندوة التعريف بمؤسسة حياة كريمة وشرح رسالة ورؤية المؤسسة وتوضيح الأهداف التي تسعى إليها والمحاور التي تعمل على تنفيذها، بالإضافة إلى أبرز المشروعات القومية التي يتم تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأيضا تم توضيح معدلات التنفيذ الجاري تنفيذها في محافظة الفيوم.